بليغ الكابتن حسام قال برضو جملة موجهة للصحفيين بما ان انت راجل صحفي يعني كبير. قال لك انا مش ديليفري، انا مش ديليفري، الناس عايزه تكلمني كل شويه وارد واقول، حتى قال كده بالنص، قال لك يعني عايزين يعرفوا احنا اكلنا ايه النهارده، ولا اللي هو الصحفي كل يوم عايز اخبار وعايز بتاع. هو معاه حق يعني صح. يعني بس برضو عايز اقول حاجه تانية، اقول حاجه بس يا استاذ محمد، عايز اوضح حاجه بس، انا اسف، انه اللي بيكلم كابتن حسام كل يوم اللي معتاد ان يكلمه كل يوم اللي هم اصدقائه المقربين منه الصحفيين، كل مصدر بيبقى ليه ناس مقربه منه، لكن اكيد اللي بيغطي المنتخب ودخل عليهم كابتن حسام ما فيش علاقه مباشره مش هيكلمه كل دقيقه او كل يوم، مستحيل يعني. انا من حقي كصحفي ان انا اطلب المعلومه، والنهارده اكتر من معلومه بتبقى مطلوبه، مين مصاب مين جاهز مين مش مصاب. الكابتن ابراهيم فكره ان الكابتن حسام بالزبط. يرد على طول زي كده، في ناس بتكلمه زي ما انت قلت، في ناس متوقع. هل انت مثلا النهارده محدد واحد متحدث رسمي للمنتخب؟ في كابتن ابراهيم مدير المنتخب برضه ما بيردش، ما خلينا بالامانه ما بيتواصلش ما بيردش، لازم واحد وفر لي المعلومه. انت انت, انت 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 حاولتوا تكلموه يعني مثلا؟ لا في ما بيردش الكابتن ابراهيم، حاول نشره كل يوم بتطلع. ليه انت النهارده بتطرد؟ بس في زميلنا محمد مراد برضه المنسق الاعلامي مش ديليفري، لكن لازم توفر معلومه. ما هو محمد مراد الراجل على عيننا وراسنا، بس المعلومه ما حدش ياخدها اكد محمد مراد، يبقى لازم جاي. لا مش لازم اكد يا بني، بس بيقول لك المعلومه في محمد بكلمه انا بصفه وديه خدت معلومه منه على لسانه، بس انا لازم يبقى مثلا النهارده لما اتكلم عن اصابه ممكن يبقى لازم الدكتور الرسمي هو مطلع لي البيان الطبيب، مش لازم يا بس ده انا بس فرصه، بس لو تاخد معلومه سليمه اكتبها من غير تصريح. الكابتن ابراهيم حسن وانت لازم تقول له صرح محمد ابو ليلى. وليه وليه ليه وليه بدل في معلومه الكابتن ابراهيم حسن يتكلم عن جزء، الكابتن حسام النهارده في المؤتمر الصحفي يعني انت عايزه عاوز يبقى في حد في معلومات تطلع. سؤال سؤال اخد انا برده، احنا صحفيين احنا صحفيين، هل انت عايز المصدر كل يوم يرد بس على 30 صح؟ لا ما احنا عندنا اصدارات كتير ومواقع كتير وبرامج كتير ومعلومات، ما هي محمد 300 هتطلع معلومه بقت 300 هتطلع لي من النشره النهارده. لما النهارده اقول احنا النهارده لما الكابتن حسام حسن النهارده اللي يقول في المؤتمر انا فوجئت ان هو شال مثلا مش جاهز، طب ليه النهارده اللي قبل المؤتمر الصحفي ما يطلعش؟ عشان كده اتعمل مؤتمر صحفي زي ما انت عايز، ما احنا زي بدل المؤتمر ده يبقى فيه بيان يومه كان بيعمل دي كان نشره. يعني هو انت في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد وزد وفيوتشر كل يوم بتتصل بالمدربين تاخد منهم اخبار لما يكون في معلومه؟ في حد بيعمل كده دلوقتي؟ امال اللي هنجيب معلومه منين في المنتخب؟ لا اجتهد بقى، ما انت ليك مصدر ليك عامل هي ما الاجتهاد ده ماشي، لكن انت احيانا بتحتاج المعلومه الرسميه في الانديه، في لازم تحتاج المعلومه. مش كل يوم يا كابتن، مش كل يوم. بص هي قصه المدربين الاعلاميين هم اللي بيشغلوهم، هي قصه وسع قصه كبرت قوي يعني، انت مش 20 و 30 بقت لا مليون موقع ومليون والكلام ده. طب ما نقول برضه حلها ايه؟ المدرب ما ينفعش حلها برضه، ما هو برضه بليغ انا كصحفي او جورنال انه عنده عايز المعلومه، عايز المعلومه ببساطه خالص. انت كل يوم هي زي بيان او نشره، المنسق الاعلامي والمنسق الاعلامي مش لازم يبقى ليه دور، بس دوره يبقى هو مدعوم ان هو برضه ان المعلومه صح مليون في الميه، ان انا انت برضه كراجل صحفي عارف انا بسال على بس المنسق الاعلامي حاجه، بسال على فلان والمتحدث الرسمي. لا ما قلتش متحدث، المنسق الاعلامي ايه اللي بيقرر الجهاز الفني بيقول له يا فندم يا فندم انا مش محمد مش فاهم الكلام كويس عشان بس مراد ما نحطش ان هو كانه انا فاهم كويس كانه مقصر. لا هو الراجل انا ما بقولش مقصر، ده زمايلنا على عيني ما بقولش مقصر، بس لازم يكون واخد الباور من الكابتن ابراهيم حسن ان انت كل يوم يا مراد اعمل نشره لغايه فين. ما هو ممكن يقول له طب انت بتتكلم ليه على مصطفى شلبي ان هو مجهد؟ هو من حقك تقول، ما هيخش معاه في صدام، ما هو مظلوم. لا ينسق كل يوم مع كابتن ابراهيم تقصر. احنا دلوقتي الناس بتسال صحفيين، سالونا على مصطفى شلبي، سالونا على كوكا قاعد ليه، سالونا على سوني، ومعروف الاسئله يعني قصدك كل يوم طبعاً. ممكن مراد ينسق مع الكابتن ابراهيم، لازم يطلع بيان رسمي ودي قاعده خمس دقايق، خد بالك دي قاعده بينهم خمس دقايق، في الاخر اقول له مش من حقك تتكلم في دي، فلازم قاعده. انا معاك خلاص، انا بقول لك التصريح الرسمي ده استاذ محمد، هم متعودين على كده كل يوم يكلموا، وهو كان بيرد عليهم وبيرد على ناس كتيره، بس الوضع دلوقتي بس احنا يا استاذ محمد احنا اصلا هنحترم ان الكابتن حسام بيقول ان وقت دلوقتي بقى صعب جدا ارد على في حاجه يا استاذ محمد. احنا فرحانين انه في دلوقتي في شغف على المنتخب سواء اعلامي او حتى جماهير، ما قلنا حل يعني البطوله دي اول مره من فتره حل. طويله انه يبقى فيه اهتمام والناس حاسه خدت الاجواء الرسميه. طب احنا بنقول حل اهو، خدت الاجواء الرسميه مش ده حل طلعناه؟ طبعا لا الزملاء يزعلوا ولا الكابتن حسام يبقى عليه لود برضه اكتر من اللازم، ولا الكابتن ابراهيم لانه برضه عندهم شغل طبعا وهو في معسكر مغلق وقاعد طول الوقت قاعد مع لعيبته. خمس دقايق بس انت بترد على، هو لو رد على كل زميل ثلاث دقايق محتاج كل يوم، ما ينفعش بيان هيطلع. ده فكره حلوه جدا، هيطلع بيان قبل التدريب. يبقى احنا بنقترح ان زميلنا محمد مراد كمنسق اعلامي مع الكابتن ابراهيم حسن خمس دقايق قاعده كل يوم، ومراد هيكتبهم في خمس دقايق، دول ثلاث اربع سطور ثلاث اربع اخبار عن الحاجات المهمه في المنتخب، ومراد عارف ان الصحفيين عايزين ايه او بيسالوا في ايه لان هو راجل صحفي شاطر.
دي خدنا معلومه. بعد كده اللي بيجتهد الصحفي والعظيم في رد حاجه ثاني ده شغل الواحد. لكن برضه في نفس الوقت يعني انا ما بلومش على الجهاز، انا مش هقدر ارد على كل واحد. انا لو رديت على كل واحد دقيقتين انا كنت على الجليل مش هشتغل. انت محتاج 400 دقيقه كل يوم. بس اديني منظومه من عرفني خلاص. ما هو في نفس الوقت في حاجه اعرف يبقى تمشي على الكل. بالظبط خلاص.